الخير عليكم جميعا وأتمنى من كل قلبي أنه هذا الجهد اللي بتقوم به قناة ماري مرقص يكون بفايدة وأنه على الأقل طلعت منها ببعض المعلومات صحيح المعلومات الدستورية الماده ماده القانون الدستوري وماده السياسه والنظم السياسيه اللي بندرسها هي ماده نوعا ما ثقيله على اللسان واحيانا تنيم لكن اتمنى ان انتم تكونوا ما بتناموش معانا وان احنا نخش في مواضيع تهمنا جميعا وعرفنا قيمتها عرفنا قيمتها من السنه اللي فاتت دي عضينا اصابعنا وندمنا إن احنا ما تحركناش أكثر سواء في الاستفتاءات او في الانتخابات او غير ذلك لانه كلمه هو وانا مالي هو ده يخصني طب كل مره بتتم لا فعلا كان بيخصنا وان احنا تكوينا بنار الكسل احيانا والتزوير احيانا اخرى والاهم من كده انه ربنا خلصنا من هذا الكابوس في عام اللي اعطانا دروس لا تحصى ولا تعد هل تتخيلوا وزي ما وريت لكم المرة اللي فاتت لا كرامة لوطن لا تكرم فيه المرأة خطب في مساجد خطب يعني أجا أمسكها من هنا عاملة زي السمك في مية لا توديني كده ولا تديني ولا تأكلني عيش ولا تشربني مية ويجي يقول النساء شقائق للرجال وبعدين شقائق يعني شقيق يا سلام هو في أكتر من كده حاجة أقول له بس ده جماعة الشق والشق يعني النصف يعني هي بكذا يعني تبصوا تلاقوا نصوص الدستور لما لما قراناها احنا وجينا ندرسها السنه اللي فاتت حسينا ان فيها شفره شفره مش موجهه لينا احنا يا اساتذه الدستوري بس حاسين ان في حاجه مش ماشيه مظبوط في هذه النصوص مع ايه مع الفكر القانوني مع الفكر الدستوري مع حقوق الانسان مع دوله القانون باختصار شديد جدا ولذلك يعني النهارده كان المفروض ان احنا يعني وان شاء الله يعني يمكن نكمل لكن خليني في الحلقه دي انا جاي ليكم وكل هموم وكل حزن وبقولها بصراحة حزن يعني لأن الشعب قام بثورة طب وهي دي حاجة تحزن ده حاجة تفرح وكلنا قمنا بيها مش هنتكلم عن الشعب بس خارطة هم بيسموها المستقبل أو خارطة الطريق اللي هي في الإعلان الدستوري اتكلمنا يعني كان نفسنا بدأت اللجنة بتاعة تعديل الدستور اللجنة الفنية فوجئنا بتشكيل هذه اللجنة فوجئنا فوجئنا أنا أستاذ قانون دستوري ورئيس قسم القانون العام في كلية الحقوق جامعة القاهرة اللي المفروض إحنا اللي كنا هنساهم في تشكيل اللجنة مش إحنا يعني اسمي أنا يروح ولا شخصي أنا لا ده أنا رئيس القسم وظيفتي كان المفروض أنه ها ارشح ناس من عندي من القسم بتاعي وكل الاقسام بتاعه القانون العام والسياسه الجمهوريه لقينا اسماء طالعه ولا نعرف عنها حاجه وطلعت من مين وجايه ازاي فبدانا نشك في جديه خارطه المستقبل ربما اللي وضع الخارطه بريء من هذا الشك بريء من هذا الشك هو نفسه فعلاً إن احنا يعني نقطة الصفر دي اللي احنا فيها إيه؟ تبقى حالة حركة وتبقى كلها في 7، 8 شهور وهنشوف مع بعض دلوقتي اللي هي الخارطة لكن الطريقة اللي بدأت ده أنتوا بتعملوا ايه؟, اه بتع... إيه يعني بتحطوا دستور أو بتعدلوا دستور طب استنى بقى يعني ايه خلينا نتكلم مع بعض وأقول لكم إيه اللي نقدر اه نستخلصه في هذه الحلقة ونشفي بيه غليلنا ونوعي بيه شعبنا وأقول لكم معلومات أكيدة عندي أنا أكيدة بإن الناس اللي إزاي دخلوا في اللجنة ودخلوا عن طريق المحسوبية ودخلوا عن طريق المعرفة وكأنها آه يعني عايز أقول إيه وكأنها آه مغنم ما هيش مثلا عبء ثقيل على على الإنسان المتخصص إنه يخش في هذه اللجنة فلقينا المسائل بدأت لربما يفلت الزمام آه المادة 28 من الإعلان الدستوري اللي بيحكمنا دلوقتي اللي هو المؤقت بتقول إيه تشكل بقرار من رئيس الجمهورية خلال مده لا تجاوز 15 يوم من تاريخ اصدار الاعلان بلاش المده لجنه خبراء تضم اثنين من اعضاء المحكمه الدستوريه وهيئه المفوضين يبقى عندنا اثنين من المحكمه الدستوريه واثنين من مجلس الدوله واثنين من القضاء العادي وأربعة يبقى دي ستة وأربعة من أساتذة القانون الدستوري بالجامعات المصرية طب مين اللي يختار دول ودول ودول؟ قالت: إيه تختار المجالس العليا للهيئات والجهات القضائية المذكورة الممثلين يعني المحكمة الدستورية الجمعية العمومية بتاعتها هي اللي تختار مجلس القضاء الأعلى هو اللي يختار الاثنين بتوع القضاء العادي وإيه تاني ومجلس الدولة المجلس الخاص في مجلس الدولة حاجة اسمها المجلس الخاص في مجلس الدولة هو اللي بيختار الاثنين واختاروا بالفعل واختاروا والجهة المنوط بها الاختيار هي اللي اختارت ورشحوا كل واحد اثنين فعندنا ستة من رجال القضاء الشامخين في مصر ومن أفضل الجهات القضائية ما هو أفضلها يعني هي الجهات القضائيه في مصر اختاروا سته، بقي لنا وده اللي يهمني انا اربعه من اساتذه القانون الدستوري بالجامعات المصريه، مين اللي يختارهم المجلس الاعلى للجامعات، هو اللي بيختار اساتذه القانون الدستوري. طيب اللي حصل انه احنا عايزين اربعه من اساتذه القانون الدستوري. اللي حصل ان هو تم اختيار الاسماء اللي انتم شفتيها امبارح اربعه. ثلاثة منهم ثلاثة على المعاش يعني تجاوزوا السن بنسميه احنا عندنا أستاذ متفرغ وواحد منهم هو اللي بنسميه أستاذ عامل يعني لسه ما بلغش الستين و يعني في علامة استفهام ثلاثة على أربعة يبقى اللي اختار الثلاثة دول ناس برضو فوق السبعين اللي اختاروا الثلاثة هتلاقوهم ناس فوق السبعين هتلاقوهم ناس يمكن في الثمانينات يعني ايه وهتلاقوا ثلاثه من الاربعه دول منهم تنظيم طليعي منهم اه اه اتحاد اشتراكي اتحاد اشتراكي وانتوا عارفين يعني ايه اتحاد اشتراكي يعني اتحاد اشتراكي كان يعادل حزب البعث الفكر الواحد اللون الواحد الرايه الواحده واحد واحد الله واحد ما فيش غير كده اضرب بالنار اه ده الاتحاد الاشتراكي هتلاقوا منهم لجنه سياسات هتلاقوا منهم العهد اللي ملوش صلة بالثورة باختصار شديد وهتلاقوا منهم اللي ما كتبش كلمة في الدستور يمكن من عشرين سنة من عشرين سنة لأن احنا بنقرأ يوميا حتى اللي بيطلع على اليوتيوب ولا كذا مين اللي كتب حاجة النهاردة كذا إيه, ايه الجديد في علم القانون الدستوري إيه ما ها. طب الناس دول جم ازاي جم ايه بمعلومات الاكيده لاني انا كنت عارف الجلسه اللي هي بتاعه المجلس الاعلى للجامعات اللي هيتم فيها اختيار الاربعه وكنت قاعد منتظر ان حد إن واحنا طبعا مش يعمل لي تليفون انا انا مش رئيس جمهوري لكن على الاقل يبعتوا لنا ورقه اللي بيحصل ايه اللي بيحصل لما المجلس الاعلى للجامعات يختار حاجه معينه تمس اساتذه من اي كليا كانت، قانون تنظيم الجامعات بيقول ايه؟ اه انت دخلت ليه قانون تنظيم الجامعات؟ دخلته ليه؟ لان احنا في دوله قانون، إيه؟ اقروا معايا النص الـ 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 الاخير ماده 32 وعلى دي على فكره كانت موجوده في في كل الدساتير في دستور في كل الدساتير 23 لحد 2012 وهي موجوده في الاعلان الدستور وكانت موجوده في الاعلان بتقول ايه الماده دي كل ما قررته القوانين واللوائح من احكام قبل صدور هذا الاعلان يبقى صحيحا ونافذا ما هي الدوله مش هتنهار يعني قانون تنظيم الجامعات موجود قانون الجهاز المركز المحاسبات موجود قانون ما اعرفش التامينات موجود كله لحد ما يلغى او يعدل بالطريقه القانونيه اذا القوانين ساريه القوانين ساريه نيجي على بال المجلس الأعلى للجامعات مين اللي نظم المجلس الأعلى للجامعات قانون تنظيم الجامعات قانون تنظيم الجامعات المجلس الأعلى للجامعات بيخضع لايه واحنا كاساتذه الجامعه والوظيفه التعليميه في الجامعه لقانون تنظيم الجامعات طيب ما نفتح قانون تنظيم الجامعات المجلس الاعلى للجامعات عايز اساس الدستوري هنا في الماده 28 بيقول الدنيا, الدنيا اساس الدستوري هي هيعمل ايه هيختار هو كده لانه هو عارف رافت فوده طب يلا يا رافت فوده روح على رئاسه الجمهوريه ولا يا فلان ولا يا لا يا عم ده القانون بيقول اساس الدستوري يتبعون كليه اسمها كليه الحقوق نمره 2 ايه وفي داخل الكليه يتبعون قسم اسمه قسم القانون العام للقسم رئيس قسم وله مجلس قسم. و العميد يبقى مجلس الأعلى للجامعات بيخاطب مين بيخاطب عميد الكلية يا عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة وكل الجامعات المصرية حسب النص ما بقول بالجامعات المصرية انا عايز تدوني مرشحين للجنة اللجنة الخبرة في عمل الدستور يقوم عميد الكلية ما يقدرش عميد الكلية مش شغلته عميد الكلية هو حلقة اتصال بيني اللي أنا مجلس القسم فبيقول يا مجلس القسم بناء على الدعوة اللي جاية لنا إيه رشحه فاحنا الرشح يطلع الترشيحات لمين للمجلس الأعلى للجامعات ياخدوا بيها ما ياخدوش مش مهم بس القانون بيقول كده زي فاكرين فاكرين لما كنا بنقول الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية لازم تودي القانون للمحكمة قبل ما تصدر طب وديته مره، ايه؟ النص ما قالش هاتوه مره تانية قلنا لهم يا جماعه طب ومنين نعرف ان انتوا احترمتوا؟ إيه اذا هي المساله مساله بنسميها اجراءات شكليه، على فكره الاجراءات الشكليه دي دي ضمانات احنا بنسميها في القانون يمكن انت بتسميها الروتين، هي في لغه الشارع بيسموها ايه؟ الروتين والتعقيدات والحاجات دي، لا ده احنا عندنا دي لها علم اسمه علم ماده الاجراءات سواء الاداريه سواء الاجراءات الجنائيه والمحامين يعرفوا ذلك كويس قوي سواء قانون المرافعات اللي هي ازاي ارفع دعوه دي ضمانات ليا كمواطن وللدوله وبالتالي يبقى كل واحد عارف حقوقه يبقى هما ما حدش طلب مننا وانا بقولها عن نفسي وكمسؤول وكرئيس قسم القانون العام ايه في جامعه القاهره في جامعه القاهره ما حد طلب مننا على الاطلاق بقصاصه ورق من الزباله وقالوا ايه رشحوا لنا ففوجئنا في الاجتماع بتاع امبارح الاول امبارح بتاع المجلس الاعلى الجامعات احنا فوجئنا باسماء ده احنا بنحسب ان هم هيخاطبونا فلقينا اختاروا الاسماء يعني لما دققنا النظر اكتر ولنا طبعا حبايبنا وزملائنا في المجلس الاعلى للجامعات ايه دبت خناقه للسماء في لجنة المجلس الأعلى للجامعات ما عملش حاجة المجلس الأعلى عنده لجنة اسمها بيقولوا عليها اسمها اللجنة القانونية أو لجنة كده دايما عنده راح محول الموضوع لهم وقال لهم احنا هنجتمع وانتوا بقى هتولنا الأسماء وتعالوا فاللجنة دي فيها أسماء فيها ناس مكونة ليها من أعضاء حصلت خناقة الرب سما بينهم ده يقول أنا هجيب فلان والتاني يقول له وأنا, وأنا هجيب فلان والتالت يقول له لا طب احنا مش عايزين بتاعك يقوم يقول له طيب وأنا برضه مش هوافق على بتاعك إلا لما تاخد بتاعي وبالفعل دخلوا هذه الأسماء والأسماء اللي إنتم شايفينها تجدلوها في اللجنة دي حمامه وصداقه و... و... وكذا و... ومشي حالك واساتذه القانون الدستوري اللي مصر عرفاهم اللي هم ي... يقر... يعني ي... أ... أ... اكثر قربا من شباب مصر وبالفكر و... والكذا ولا تفرق ولا حاجه وراحه الاسماء وايه كمان وايه كمان اللي حاصل رئيس المجلس الاعلى للجامعات يطلع مين وزير التعليم العالي مين وزير التعليم العالي عندنا واحد عظيم استاذ جامعي اسمه الدكتور حسام عيسى دكتور حسام عيسى مش بس وزير ده نائب رئيس وزراء ووزير تعليم عالي هو ملوش سلطه على الجامعات مباشره لكن له سلطه وصائيه وصائيه يعني ايه؟ يعني يتاكد من صحه الاجراءات لا اكثر ولا اقل، سواء في الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه او في اي حاجه تمثل جامعات، هو الراجل مش قاعد يعني لو مؤاخذه يعني مش قاعد بين قوسين كده طرطور اطلاقا، لا هو رئيس المجلس الاعلى للجامعه، طب الحاجه دي تم فيها ايه؟ والحاجه دي تم فيها ايه؟ والاجراءات محترمت ولا لا؟ والدكتور حسام عيسى كان بيدينا محاضرات في دوله القانون، كان بيدينا محاضرات في الديمقراطيه، وهو من قيادي جبهه الانقاذ، وهم الذين ايه؟ يعني يعني عملوا محصة في الوزارة زي الإخوان ما عملوا محصة في الوزارة هم والسلفيين والمحافظات وخد ده وشيل ده جبهة الإنقاذ دخلت وخدت سبعة من تلاتين وزير والتلاتين التانيين قالوا عليهم تكنوقراط لو شلتوا كلمة تكنوقراط هتلاقوا إيه ناس تبع لحزب كذا اللي هم الليبراليين اللي هم دخلوا مع حركة تمرد واحتموا بجدار حركة تمرد إيه لحد ما وصلتهم وأسقطت الحكم ووصلتهم هي للسلطة دوروا كده على حركة تمرد هي ليها نفس المقابر اللي كانت للشباب اللي قام بثورة 25 حداشر انضموا إليهم وأصبحوا في ذات المقبرة ولا عاد في شباب ويجي الكهنوت اللي هم بتوع السياسة الكبار يروحوا هم قفزين مرة يكونوا الإخوان ومرة حاجة اسمها إنقاذ ومرة حاجة اسمها حسينا من أول عمل قانوني لثوره مصر في 30 يونيو وبدانا في خارطه الطريق وانا يهمني اللي يبدا يكون راجل مؤمن بالثوره الثانيه والاولى راجل معاصر ليها راجل يعني ايده ايده في الموضوع سواء من ناحيه التخصص او من ناحيه كذا لقينا اسماء يعني احنا طبعا نعرفها ونعرف تاريخها العلمي ونعرف وما نقدرش نجرح على الاطلاق هو اسمه استاذ قانون دستوري وترقى زينا من نفس اللجنه اللي رقتنا استاذ قانون دستوري لكن فيه رطوش في كيفيه الاختيار تبرر لك ان طب ما هم على فكره على فكره يعني ايه ايه اه اه ولا نكمل الجمله بعد الفاصل ان شاء الله فصل قصير ونعود مع بعض